كنت بتكلم معاكم من شويه على بكاري جسامه، واكتر واحد ممكن يقول لنا ايه حكايه بكاري جسامه دي؟ يعني احنا ليه الناس قلقانه من بكاري جسامه؟ هل الخوف ده منطقي ولا مش منطقي؟ بالتاكيد واحد من اهم الحكام المصريين على مر التاريخ، واحد من الاسماء الكبيره في التحكيم المصري، الكابتن الكبير كابتن سمير عثمان الحكم الدولي السابق. يا كابتن سمير صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور كالعاده. صباح الفل يا كابتن كريم، وبقى سعيد جدا لما بعمل اي مداخله مع حضرتك. ده سعاده ليا كبيره جدا، وحشني جدا بالمناسبه. والله وحضرتك جدا جدا. طيب كابتن سمير، ايه حكايه بقى بكاري جسامه؟ يعني انا برضو اتحاد الكوره وهو بيطلع اعتراضه للكاف بخصوص بكاري جسامه ما وضحش الاسباب ايه. الناس متضايقه خايفه، يعني في خوف كده من بكاري جسامه دون ان نفهم ايه السبب. بص، هو انا اول واحد خايف من بكاري جسامه بصراحه. انا عارف. بكاري جسامه طبعا يعني اي مباراه بيلعبها لاي فرقه مصريه، اهلي زمالك المنتخبات الوطنيه، بيبقى على طول في علامه استفهام. راجل مشهور بالهوم تيم، واحنا عارفين يعني ايه طبعا الهوم تيم، بيبقى مع صاحب الارض في كثير من الاحيان للاسف. تمام، حكم من الحكام بصراحه اللي مش بيبقوا واضحين، بينزل بمنهجيه وسياسه بينفذها. بس ده برضو ما يقللش الهمه بتاعتنا، بالعكس ده يشجع اللعيبه بتاعتنا انهم يركزوا. لا، واحدة واحدة يا كابتن سمينة، يعني هنروح للعيبة، وأنا معاك جدا إنه لازم اللعيبة تفصل نفسها تماما عن الأمور دي، إحنا نتكلم فيها إحنا، واتحاد الكورة يوضح ويثبت موقف ماشي، بس اللعيبة ما تشغلش بالها خالص بالكلام ده. بس تقصد إيه بإنه بينزل بمنهجية؟ منهجية، هو عارف نازل عاوز يكسب مين ويخسر مين، بوضوح جدا. وخلي بالك أنا بتكلم عبر التاريخ، ومش بتكلم للفرق المصرية بس على فكرة، ولا بخص أهلي وزمالك ومنتخب، لا، هي معظم الفرق اللي مش بتبقى الارض بتاعتها بيعمل الحاجات دي وعنده. يعني هقول لك حاجه، عارف انت تعرف الحكم ده كويس ولا لا؟ اما تيجي تبص على السي في بتاعت بكاري جسامه هتلاقيها ممتازه، مشاركه في معظم البطولات الدوليه صح المجمعه. بس هتلاقي حاجه غريبه قوي يا كابتن كريم اما تيجي تبص عليها، اي واحد بيشارك في بطوله، اي واحد اي واحد بيلعب من مباراه لمباراتين حتى لو مستواه 50%، صح، اما بيبقى مميز بيلعب المباراه الثالثه والرابعه. بص كده، تعال نبص مع بعض كده على بكاري جسامه في كل بطولاته، يا مباراه يا مباراتين صح. بس صح فقط، يعني قبل المواجهه دي هو لعب مباراتين بس في كاس الامم بالظبط. واحد يجي يقول لي طب ما هو بيلعب في النهائيات، فعلا بيبقى بيلعب النهائيات بتاعت افريقيا ومعظمها بيبقى موجهه وبتنتهي بمشاكل. انا قلت حاجه كابتن سمير، اكدها لي او انفها لي او اوضحها بشكل اكتر قبل ما حضرتك تدخل، انه بكاري جسامه من الحكام الاذكياء جدا، بس الذكاء اللي هو مش الطيب، الذكاء اللي هو شيء. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مش هيحسب عليك ضربه جزاء واضحه ظلم، مش هيحسب عليك تسلل واضح ظلم، بس يقدر يخلص عليك في المباراه بقرارات صغيره، صح كده؟ بقرارات تمام. طب اشرح احسن مني بقى، اشرح حتى يا كابتن سمير احسن. لا العفو، انا بس هوضح بس حضرتك بتقوله. يعني افضل احسب عليك فاولات في نص الملعب تخنقك، بالمعنى بتاع لعيبه الكوره، ادي بعض الانذارات لبعض اللعيبه المؤثره في المباراه، اخليهم ايه يتكهربوا بقيه ال 90 دقيقه. ايوه. طب ايه المطلوب من اللعيبه بتاعتنا بقى؟ اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، الفاولات القصاد ال 18 دي نبعد عنها خالص. الاحتكاكات الغير مبرره زي في ماتش المغرب، كميه التكان اللي احنا عملناها والفرام اللي احنا عملناها جوه ال 18 دي مش مطلوبه خالص، طالما انت ممكن تستخلص الكره باسلوب تاني. وطبعا هم فنيا ناس عاليه جدا، بس محتاجين ذكاء في ماتش زي ده. دور كبير جدا 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 لمحمد صلاح. محمد صلاح قائد، محمد صلاح ده كابتن بيعرف، وهو ده الشخصيه الرياضيه في مصر دلوقتي اللي ليه تاثير عالمي فقط، مش حد تاني. ده الوحيد اللي بيحظى باحترام وحب الجميع، هو ده الوحيد اللي يعرف يتكلم معاه ويتكلم معاه باسلوبه. محمد صلاح قائد جوه الملعب وبره الملعب، احنا شفنا الجهاز الفني في بعض اللقطات في ماتش المغرب، هو كان بيصدر يعني الشحن جوه اللي داخل ارض الملعب. محمد صلاح هو اللي كان بيمتص اللعيبه اللي جوه والجهاز اللي بره. عاوزين هدوء، عاوزين نستمتع بالمباراه. من النهايه، بكاري اللي جاي سامع لا يجرؤ يلغي لي هدف انا جبته سليم. نلعب على النقطه دي. طيب السؤال ليك يا كابتن سمير بشكل واضح، ماذا يعني اعتراض اتحاد الكره اللي قدمه للكاف بشان بكاري جسامه؟ الاعتراض ده نتيجته ايه او ثمنه ايه او ايه اللي ممكن ناخده من الاعتراض ده؟ ولا حاجه.
هو الحق، مش هيغير لسبب بسيط. ما ينفعش يغير. طب انت غيرت، طب ما هو بكره الكاميرون هتطلب تغيير. كلام غلط. بس اللي انا بقول ايه، احنا عندنا مثلا عضو لجنه الحكام في الكاف كابتن عصام عبد الفتاح، عضو لجنه الحكام في الكاف واحد كاميروني. تمام. انت دورك من الاول تقول والله يا جماعه لا، الاسامي دي احنا لا نحبذ ما تبقى موجوده. اكيد يعني حضرتك بتقول لي انه الكابتن عصام عبد الفتاح كان ضروري يتدخل في هذه الامور. ضروري. وبرضه غريبه ان كابتن عصام ما سافرش. انا لو كابتن عصام والله في ظل الظروف اللي احنا شايفينها، احنا شفنا أسوأ تحكيم في قاره افريقيا في هذه البطوله. حكم يخلص المباراه في الدقيقه 85، حكم تاني ينزل بعد 85 دقيقه اللي هو ساكوزي اللي لعب في ماتش تونس، ويرجع تاني وتلاقي المبررات بتاعت لجنه الحكام يا كابتن كريم تضحك، تقول له ده جات له ضربه شمس، يا نهار ابيض. طب وفي الفار جاله ضربه شمس، والحكم الرابع جاله ضربه شمس. كلام تهريج طبعا. ناهيك طبعا عن التهريج اللي حصل من الحكم الكيني والحكم بوندو وباملك طبعا يوم في ماتش الكاميرون وجزر القمر، الراجل رايح انفراد صفر بنهايه المباراه ولسه النهائي الماتش ما خلصش. فانا لو من عصام بصراحه كنت استقيل من اللجنه دي، لان اللجنه دي هفكرك هتتحل. اللجنه دي لجنه الحكام الافريقيه دي لا، حضرتك بتقول لي لو انت من الكابتن عصام عبد الفتاح يستقيل من لجنه الحكام في الكاف. طبعا. طبعا دي مش لجنه، ده هو تاريخه اعلى منهم كلهم. انت عارف مين رئيس اللجنه؟ واحد اسمه سبيستيان، عارف بلده ايه؟ رواندا، مع احترامي الكامل. لو سالتك دلوقتي على طلع لي فرقتين من رواندا ما حدش هيعرف. خالد ده رئيس لجنه حكام افريقيا من رواندا اللي هو تاريخها في الكوره ايه؟ مش عارف، ما اعرفش. انا عن نفسي ما اعرفش. ما اعرفش رواندا دي بتلعب يعني دخلت بطولات ايه؟ اما تطلع منها حكم يبقى رئيس لجنه حكام افريقيا. يا صحيح، ده في شغل كويس قوي بصراحه. يعني دعواتك بقى كابتن سمير، دعواتك ربنا ينجينا ان شاء الله. والله انا بس اللعيبه خليهم يستمتعوا ويركزوا في المباراه، واحنا هندعم هنا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن سمير عثمان الحكم الدولي السابق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده. طيب